وراحة اخوي زراق. صحة وراحة. على بركة شي الله. ضروري ضروري خلي شي ياكل بعدا. اه خلي شي. صحة وراحة اخوي جواد. والله كرة كيتفرج خويا. والله كرة تبع تبع اللايف. لا ولا كرة موناكو. انت تبعش اللايف طبيعة الحال. يا عين. يا الله احتير احنا على المباشر دعم. على بركة شي الله. سير اخوي الزريقة بالصحة والراحة اخوي. انت نص واحد شي فيه اخوي زواد. جواد دوقنا. إذن على بركة الله زريقة السلام عليكم وبالصحة والراحة اخويا. بلا شك شفت اللايف ديالو لاك البارح اللي دار واحد الزق اللايف اللي تحدى الناس انه يضرب او ياكل عصات الباكيات ديال الاندومي وما قدرش انه يكملهم في الاخر. كلا خمسة اسكسرك شي تلقى عاد تا هو كلا خمسة هو كيتحدى حاليا اللي غيقبل مع التحدي انه يبدا من خمسة. تكلم معنا جواد ولا غتسنى تسكت. اندوم حقيقة الباكيات ابتداء من خمسة. قلنا كوش اندوم من الاصل. كل ناكل عشان ناكل الموز انت حاره انا ناكله شنو بغيتي تتحدى تحدى في عصيه الرفيس شي عصيه كسكسو شي حاجه ديال البومبارداج ديال المصراني تبلوكه بحال الضالة يا عمر شي شي حاجه تاع اندومي سميتها بينا والو اندومي اسم اندومي اللي دقت اندومي كل لا اندومي اصلا هذيك برودوي شيميك اخويا قرب شنو عندك اندومي ما عمرك ريتها في حياتي قسما بالله ولا قالوا قتلت شحال من واحد في مصر راه ما خصش اللايف ما كملش هو 10 خص انا كانت ناشفه بزاف العواميد ياك ما كملش 10 كنت فيها 5 انت كنت في بلاصه اش كمل 10 ولا انت عندنا اصغر دري في الحي ياكل 6 8 10 مولفين والله يبارك لك وتعيا ما تدوي معاهم والو كيشريو عشرة يضربو افطار بيهم دري صغير عندنا حنايا ها هو وحلولي وصافي فهمتيني دري صغير ولا زي افطار بيهم عشرة عندنا نقدر نقولو وقلتي شي حاجة نجيب لك شي تحدي عندنا الشاطي واد بزاف صحيح محمد غيتلاقاو عما قريب ان شاء الله شنو تاكل بعدا وريد كيف تاكل شحال ديال كيف تاكل بدون نذكر ياكل بعدا بالصحة والراحة وكرا الخبز عام باش تبارك الله يقولوا بالصحة والراحة جواد قلت باش غيتقاطع مع ولد حي محمد ولا لا مرحبا بغيت تحداني في حي الاندومي داكشي ديال ناري ولا لا دابا الا كان هو كيشوف هذا المباشر شنو تقول مباشر بدون طباشير خصو يكون فهمني بدون تعليقات خاوية هو عنده شرط واحد قلت لي بغيت تحداه او لا تحداه وكانوا في تحدي الشرط واحد هو يكون لايف يكون مباشر ما يكونش فيديو باش ما يكونش شي مونتاج ولا شي حاجه وانت راه ماشي على اللايف لا بغا لايف شي حاجه واو فوق اللايف حتى هو الا كدوق سير اللايف راه ديالنا وحنا الملوك ديال اللايف وانت تما راك في الدم راك عارف اخويا بغا تحدي 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 شي قصريه عامره وخليني من قصريه قصريه تبارك الله فاش يجوز طيور نخليو بنادم حتى طاير ما يجيبش ليه قفقافه جوج طيور والتفايا تبارك الله وداك الشيء اللي كيدوز السميده واللي خسر راه ماشي هو النسر فهمني اللي خسر راه ماشي هو النسر اللي ربح النسر راه ما كيخسرش اللي ربح اللي ربح يذبح باش ما طلب باش ما طلب باش ما طلب يلا الكره دابا عند الكرة عند هولاكو الكرة الشبكة عند هولاكو لا ماركي لك اه هاي ماركي لك اه الى ماركي لك ماشي اندومي ماشي اندومي صافي رسالة واضحة جواد الصحة والراحة خلي 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 شو جواد تبارك الله عليه جواد زريقة في رسالة لهولاكو اللي كان كيشوف هذا المباشر كيقول كيقول لك انه كيتحداك تلاقاو اثنين من الثلاث باذن الله تعالى في تحدي يكون مباشر انت قبلتي الشرط ديالو
هو خاص يقبل الشرط ديالك. انت ما كتقولش عصا الباكي ديال اندومي، كتقول لي شي قصريه ياك، قصريه ديال زعما جا ولا الويد هذا فيه سولك فيه سولك فين الراجا فين الويد؟ شوف هو اللي بغى اللي هو دابا كراجاوي وشوش عزيز عليك الويد دابا كان الويد هذيك العزيزة عليه راه تكون هي الويد. برافو عليك جواد، ونتمناو انه يجاوبك وغادي يجاوبك ان شاء الله. امتى بغيت تقبل دير مع التحدي؟ اثنين ثلاث غدا حتى نهار ثلاث، نهار ثلاث ان شاء الله تكون معدا خاوية، نهار ثلاث تكون موزن كلشي.